وللمزيد من المتابعة إذن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد. أستاذ رضا بعد التحية، نتحدث الآن عن انتخابات هامة وهي الانتخابات الرئاسية، العالم كله أيضا دائما ما ينظر إلى هذه الانتخابات، إذن حدثنا على الدور الحزبي، توعية المواطنين، ما الذي يتم على أرض الواقع؟ أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. خليني أقول لحضرتك، إحنا الفعاليات بتاعتنا شغالة منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، وأهم هذه الفعاليات اللي إحنا مركزين عليها جامد جدا وهي عملية المشاركة السياسية. ده استحقاق دستوري هام، وإحنا لازم نظهر إن الدولة المصرية دولة ديمقراطية مدنية حديثة، دولة فيها تعددية، دولة فيها مواطن عارف قيمة صوته، ضامن صوته تحت إشراف قضائي نزيه حر تحت هيئة وطنية للانتخابات. إذا الأمور منضبطة وفقا للقانون والدستور، وبالتالي إحنا بنحث المواطنين والشعب المصري على المشاركة الإيجابية وأنه يدلي بصوته. إحنا في الحقيقة بنقول له شارك، ادي صوتك زي ما أنت عايز. عندك انتخابات مصرية نزيهة فيها 4 مرشحين من 4 اتجاهات مختلفة، تقدر اختار اللي انت عايزه بالشكل اللي انت تحبه، المهم انك تشارك عشان تظهر للعالم كله ان انت اللي بتختار رئيسك، وانت اللي بتحدد مستقبلك ومستقبل اسرتك واولادك ومستقبل دولتك. الحزب في الحقيقه عمل عده فعاليات صالونات توعويه، ونزلنا في بعض الاماكن، خدنا بعض توجهات الناس واستبيان راي. الحقيقه لقينا معظم الناس عايزه تشارك بايجابيه، وخاصه انها عارفه ان يقدر يجيب لجنته بسرعه، ويقدر يعرف مقره الانتخابي، ويقدر، فالامور بقت اكثر سهوله. عملنا غرفه عمليات صغيره، انه اللي مش قادر، لو حد مثلا امكانياته العلميه ضعيفه ومش قادر يحصل على رقم اللجنه بتاعته ومكانها، بيتواصل معانا من خلال سايت احنا عملناه، يقدر يتواصل معانا، نقدر نبعت له رساله برقمه وبمكانه بكله عشان نسهل العمليه، علشان ما يجدش صعوبه في انه يروح يدلي بصوته. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، عندنا عاملين 4 مؤتمرات، عندنا يوم الاثنين الجاي عاملين منتدى او ندوه تثقيفيه عن المشاركه الايجابيه في اسكندريه، عاملينها في نادي المعلمين. دي بتحتوي على بنتكلم فيها على حكايه وطن، وبنتكلم فيها على عشان تحافظ على اللي انت عملته ومكتسباتك وانجازات السيد الرئيس اللي تمت في الفتره السابقه، لان دي بقت ملكنا وملك الشعب المصري. فبنقول له ان الانجازات والمشروعات اللي تمت بعد السيد الرئيس، كل هذه الانجازات حافظ عليها، كمل فيها، صوتك هو اللي هيحافظ عليها، مشاركتك ودورك الايجابي هو اللي هيحافظ على ده ويحدد مستقبلك ومستقبل عيالك. فعندنا الندوه التثقيفيه دي يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله في اسكندريه، بعديها عندنا 4 مؤتمرات في الدقهليه، عندنا يوم 17 نوفمبر ده مؤتمر حاشد وداعي للمشاركه وداعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان احنا في حزب الاتحاد وفي تيار اصلاح حر بندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعندنا الجمعه اللي بعديها في المنوفيه عندنا مؤتمر اخر عاملينه برضه، هو دعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المشاركه الايجابيه، وبعدين مؤتمر في سوهاج واسكندريه، واخيرا في القاهره. كل هذه المؤتمرات هي سلسله من المؤتمرات داعمه للاستحقاق الدستوري للدوله المصريه، بالاضافه لانها داعمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان احنا اعلنا تأييده وبندعم تواجده عشان نكمل المسيره ونكمل استقرار الدوله المصريه ونكمل ما بنيناه في حكايه وطن، وحفاظا على الامن القومي المصري، خاصه حضرتك عارفه ان المنطقه ملتهبه والاقليم على شفا حفره من النار. فكل هذه الامور لازم تدار بقياده سياسيه حكيمه، عندها وعي سياسي، عندها قدره سياسيه، عندها حكمه في اتخاذ القرار، لديه خبرات عسكريه تؤهله ان هو يتخذ القرار في الوقت المناسب. دايما الاستاذ الرئيس بيقول كل هذه الامور احنا شايفينها كويس، بنعمل بيها توعيه وبنعمل بيها مؤتمرات علشان الناس تعرف الحكايه ايه، دي حكايه وطن اللي الناس لازم تشوفها ولازم تعرفها. لكن استاذ رضا، كون ان يبقى في حراك سياسي بهذا الشكل في هذه الانتخابات، يعني بنتكلم على ان في رؤساء احزاب ايضا بيدخلون هذا السباق الانتخابي، الحراك السياسي الذي يتم، ما دلالاته؟ ما نتائجه في المرحله القادمه؟ بصي، الحراك السياسي دلائله ونتائجه، اولا احنا منذ ان اطلق السيد الرئيس الحوار الوطني
وبدأنا الحراك السياسي قبل الاستحقاق الدستوري. فكانت قبلة حياة للأحزاب السياسية أن الأحزاب السياسية السيد الرئيس قال تقدموا وخدوا مسؤولياتكم واشتغلوا وشاركوا في الحياة السياسية كيفما شئتوا، وقدموا أفكاركم وقدموا اقتراحاتكم وانزلوا الشارع وعملوا مؤتمرات وعملوا ندوات، فكان تحدي. نعم بالتأكيد. أستاذ رضا عذرا على المقاطعة، لكن لدينا خبر عاجل لابد من التنويه إليه. على كافة الأحوال بالتأكيد جزيل الشكر لحضرتك.